كنا عرضنا الأسبوع اللي فات حالة الحاج محمد شعبان والد الفنانة بوسي، كان بيعاني من مية بيضاء في عينيه سببت له ضعف شديد في الرؤية. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع الدكتور عادل عبد الرازق أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الزقازيق، الحاج محمد عمل أول عملية محتاجها في عينه اليمين، وإن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي هنعمل له العملية التانية في العين الشمال. عايز أقول حاجة، علاجنا للحاج محمد على أنه مواطن لجأ للبرنامج عشان يتعالج، مش عشان خاطر هو والد فنانة مشهورة أو أن الفنانة وأبوها على خلاف ما، ده مش موضوعنا. موضوعنا الحقيقي هو خدمة الناس. تعالوا نطمن على الحاج محمد بعدما أجرى أول عملية مية بيضة في عينه. نستقبل الحاج محمد شعبان اللي احنا كنا تكفلنا بإجراء العملية له وفحصناه يوم السبت، وهنعمل عملية النهاردة في مستشفى الفتح العيون بالزقازيق. هنعمل العين اليمين اللي هي تعباء أوي والمية فيها كتير النهاردة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الميعاد هنعمل العين التانية. وطبعا احنا بنستقبل الحالة، لأن احنا طبعا لما سمعنا شكوته احنا تكفلنا بالحاله كحاله انسانيه مش عشان اي حاجه خالص، وربنا ان شاء الله يوفقه ويكون خير يعني بالنسبه لنا وبالنسبه له ان شاء الله. الحمد لله خلصنا العمليه يا محمد. طبعا الحاله كانت صعبه جدا لان هو الحاجه اتاخر جدا في عمل العمليه، فالحاله كانت زي ما بيقولوا يعني ناشفه جدا، علاوة ان هو عامل عمليات في الجفون بتاعته، فالعين مش وضع مش طبيعي خالص بالنسبه للعين. لكن الحمد لله الامور مشيت كويسه، وطبعا بيعاني من حساسيه في الصدر حتى ان هو اتحرك اثناء العمليه وكده ويعني مشاكل، لكن الحمد لله الامور كلها مشيت كويس. وبعتنا نجيب له العلاج بتاعه اللي هيستمر عليه لمده اسبوع، وان شاء الله زي النهارده الاسبوع الجاي يوم الثلاث هنعمل العين الثانيه. الحمد لله عملت العمليه وبعتت بيها، وكمان اسبوع ان شاء الله هعمل عمليات تانيه